الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله أيها الإخوة المسلمون، أحدثكم الآن من مقر الرئيسي، من بيت الرئيسي، من قصر الرئيسي. أحدثكم من مقابر الثقبة في المنطقة الشرقية بالخبر. أحدثكم من هذا المنزل، هذا المنزل الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال: قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فإنها فيها موعظة. انظروا إلى هذه الحفرة يا أخوان، هذا قبر جديد الآن أنا أقف بداخله، وغدا أو بعد لحظات سوف أكون مدفون فيه، وكلنا سوف ندفن في هذا، شئتم أم أبيتم، هذا هو مقركم الرئيسي.